وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال وميرنا إيهاب. شكراً لكما صحر ودينا، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، خاصة الوصول إلى فائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع أثار التحديات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، حيث وجه مدبولي بضم قطاع السياحة إلى مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية والتي تشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة. وفي هذا الصدد تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالي التمويل إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي أعدتها وزارة المالية. وقال مدبولي إن الحكومة تهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يؤكد أهمية الدراسة الاكتوارية والتي تحدد المسار الأكثر توافقاً مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لمناقشة رؤية شركة المقاولون العرب للعمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارتها مؤخرا. وقال رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة العمل على التوسع في أعمال الشركة ومشروعاتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الخارج، مؤكدا أن الدولة تساند الشركة وتدرك جيدا أهميتها باعتبارها من أكبر وأعرق شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأيضا في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط متأثرة بالأزمة التي أطلقها إفلاس بنك سيليكون فالي، حيث أثرت بشكل كبير على أسعار النفط. هذا وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 2.5% لتصل إلى 80.97 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة تقدر ب 1.85% ليسجل 77.41 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.22% لتصل إلى 2.44 دولار للتر. وانخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.10% لتسجل 2.21 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن مبيعات السيارات الكهربائية ستواصل نموها الكبير هذا العام لتصل إلى ما يقارب 5 السوق العالمية. وأضافت الوكالة أن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث سينخفض الطلب على النفط بخمسة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، وتوقعات الطلب على النفط عام 2023 هو 101.9 مليون برميل يوميا. ووفقا لهذه الدراسة، بيعت أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم في عام 2022، ويتوقع أن تزداد المبيعات بدرجة أكبر هذا العام بنسبة تقدر ب 35% لتبلغ 14 مليون سيارة. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى سحر ودينا. شكرا لك مرنا.